الأحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع وكذلك بعض وسائل الإعلام إلا عن الأبقار المستوردة من البرازيل وعن أصلها وسلالتها. يعني استيراد هذه الأبقار جاء نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، وكذلك نظرا لتأثر القطيع الحيواني والقطيع الوطني بالجفاف في السنوات الماضية. الأبقار المستوردة هي أبقار من أصل هندي، ذات أصل هندي جرى تهجينها بدولة البرازيل. إذن الأبقار دابا اللي دخلت هي أصلها هند، من الهند، وتم تهجينها بالبرازيل. مع العلم أن الأبقار، أن المغرب اختار الأبقار الألمانية سابقا، كان اختار الأبقار الألمانية، إلا أن الجودة ديال هذه الأبقار الهندية هي أكثر جودة من الأبقار الأوروبية، لذلك تم اختيار هذا النوع أو هذا الصنف من الأبقار. وكانت أكبر شحنة اللي دخلت لعندنا للمغرب هنا هي واحد الشحنة ديال 2800 رأس، جات عن طريق، جات إلى الجرف الأصفر الجديدة، ثم تم توزيعها محليا على الصعيد الوطني. إذن جاء هذا مع التسهيلات اللي أخذتها الحكومة، وهي وقف فرض هذه الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الضريبة ديال الجمركية اللي سهلت على المستوردين باش يدخلوا هاد الأبقار، ونظرا أيضا للتخفيف من هاد ارتفاع الأسعار ديال اللحوم. هذه الشحنة هذه هي من الأبقار، هذه الشحنة اللي جات من الأبقار الأليفة، يعني ماشي من ديك الأبقار، يعني من الأبقار الأليفة ومن السلالة ديال إنتاج اللحوم، ماشي أبقار ديال التربية باش يعرفوها، أي الأبقار المعدة للذبح. واللي كاين هنايا هو أن هاد الأبقار، باش نوصلها كمعلومة للمستهلك، أن هاد الأبقار يجي لتأكدوا البياطرة والمختصون أنها صالحة للأكل، وأنها جيدة، وأنها مراقبة جيدة من طرف البياطرة ومن طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأنها سليمة من جميع الأمراض، حيث تم تهجينها هذه الأبقار، تم تهجينها لأن من مميزاتها أولا هو مقاومة الأمراض. هي المميزات ديال هذا الصنف ديال هذه الأبقار الهندية هي تتقاوم الأمراض، ما يعني ما كاينش داكشي ديال جنون البقار، ما كاينش داكشي ديال دوك الأمراض اللي تيكونوا في الأبقار، إنما هذاك النوع اللي تيقاوم الأمراض، بعيدا، هنا تنقولوا بعيدا عن المزايدات السياسية. كاين اللي دخل دابا يدير دوك لي بروباغوند بان هاد الابقار راه جايه، راه فيها هذه وراها مريضه وممكن يكون فاجن البقر. هاد كاين اللي عنده، هاد الناس اللي تيديروا هاد المزايدات، هاد الناس هما اللي تيحاولوا يضربوا هاد الصفقه هذه ويضربوا هاد 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 هاد, هاد العمليه التجاريه، وباش تكون اللحم في المغرب هي بواحد الثمن اللي هو مناسب. ما غاديش نقول تكون بواحد الثمن مناسب، ما نقولوش بان تكون بواحد 40 درهم ولا 50 درهم. اللحم كاع الا كان ثمن مناسب غتكون بالنسبه للثمن ديال دابا ناقصها بواحد 5 درهم حتى 10 درهم، هذه كمان كمعلومه. والمغرب هو حريص كل الحرص باش يدخل هاد الابقار احتراما للقوانين الجاري بها العمل، خاصه يعني مثل ايران ومثل اسرائيل. راه هاد البقره ما تيدخلش للمغرب الا بالمواصفات، وتيدخل بطرق اللي هي قانونيه. اذا اللي بغينا نقولوا هنايا
قبل ما يجيو هاد الابقار قبل ما نستوردهم راه كانوا البياطره المغاربه والمكتب الوطني للسلامه الصحيه تيزوروا دوك البلدان اللي هما البرازيل تيزوروا دوك البلدان المورده للابقار وتيبقاو واحد الشهر كامل شهر كامل هما في البرازيل باش يكون تتبع ديال السلسله ديال هاد الابقار هذه لان ما يمكنش غير بالهاتف راه بغينا الابقار ولا واحد الصفقه اللي هي غير هكذاك راه كاين هنا متابعه ديال البياطره وديال المختصون وديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه للتحقق من سلامتها حتى تدخل الى المغرب وهي سليمه. كاين عندنا هاد الابقار السن ديال هاد الابقار كي تيقول هذيك الابقار اللي غادي يجيو واحد الابقار ديال اللي هي شارفه السن لا يتعدى سنتين. هاد الابقار اللي داخله دابا لا يتعدى سنها سنتين وان هذه الابقار كما قلنا تخضع للمراقبه ثلاث مرات المراقبه في البرازيل قبل ما تجي والمراقبه في الموانئ والمراقبه بعد الذبح يعني كاين لجان ديال التتبع اللي تتراقب ثلاثة ديال المرات هاد 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 الأبقار المستوردة. وكان المراقبة البعدية اللي هي في البرازيل ثم القبلية ثم قبل الذبح وبعد الذبح. إذا بعيدا عن السياسة أو السياسوية كفانا أننا في حرب مع الجارة الجزائر باش نزيدوا ندخلوا هذا الشيء ديال لي بروباغوند وهذه ونحاولوا نخلقوا واحد مشاكل المستهلك فاحنا بعيدا عنها على حساب المواطن وهذا الناس وهذا ما يقع وهذا وقع لنا بالنسبه للتمور كنط واحد العجعجه على بالنسبه للتمور اللي قال لك بان التمور راه مسمومو هذه راه غير شركات اللي داروا هاد الاشاعات. التمور انا كجامعه مغربيه لحقوق المستهلك قمنا باخذ عينات عشوائيه اعتباطيه من الاسواق ديال الدار البيضاء لا التمور الجزائريه ولا التمور التونسيه ولا المصريه ولا السعوديه ولا الاماراتيه ولا المغرب كلها خذينا منها عينات وقمنا بتحليلها وتبين ان جميع التمور هي سليمه وصحيه ولا تحتوي على اي مبيدات اللي تضر بالصحه ديال المستهلك الا اللي ما درناش عليها اللي ما درناش عليها التحاليل. كاين واحد التمر ديال الامارات واحد النوع ديال التمر هو اللي شويه ما فيهش مبيدات ما فيه ولكن فيه بحال دوك الطفيليات اللي ما درنا عليهش التحليلات هو ديك التمر اللي تتبع اونفراغ هذيك التمر اللي تتبع صبه اللي ما تتكونش عندها لومبالاج اللي ما تتكونش عندها تاريخ الصلاحيه مكتوب فوق الكرتونه ديال هذيك ما درناش لها التحليله والمستهلك هو حر بياخذ هذيك التمر اللي هي عندها اللومبالاج ديالها وعندها اللصيقه ديالها وداخله من الجمارك وداخله بطرق اللي هي لطرق قانونيه ما تنقول الناس يقول بها كاينه شي تمور ديال الجزائر اللي تدخل مهربه ما كايناش حنا بعيدا عن السياسه وبعيدا عن كل شيء فالتمور اللي داخله للمغرب هذه السنه هي تمور سليمه ولا تحتوي على اي مبيدات اللي تضر بصحه المستهلك المغربي.